تحضر لي ايه؟ يا لو على قلبي دافي هواك وكفاية ليل وسهر وعتاب وياي جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعيني قلبي ناديلك حن في يوم وتعالى اديك روحي بس تعالى يلي بحبك قرب طمن قلبي عليك بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بأحلام بعنيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك وانا ليلة يا ليلة عليا طول على قلبي دافي هواك وكفاية ليل وسهر وعتاب ويايا يلي بحبك قرب طمن قلبي عليك اسمع مني وعيش مع قلبي حياته واديك روحي وكل حياته يلي بحبك قرب طمن قلبي عليك بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعنيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك وانا ليلة يا ليل عليا طول بحبك انا كمان. اول سيلفي يعني نسيم مثل العادة صوته الحلو وتامره اللي بيرن مثل المي والمغنى الحلو. اليوم أنا بدي أقول له شغلة صغيرة زيادة هي إنه لو بدنا نغني بيانيسيمو ولو بدنا نغني كل الغنية على الرايق وغنية روماتيك لازم الرن تبع الصوت تضل محله ولازم الصوت يكون فيه شوية بروجيكسيون أكتر وبيقدر يعطي نيونس لو بده يضله بالغنى الرايق. دونك هول اشياء شوي تفاصيل اكيد بيكبروا مع الماتوريتي تبع الصوت يعني وقت اللي بيكون في نضوج باستعمال الصوت لانه اكيد انه نسيم المغنى والصوت اللي عنده اياهم رح يساعدوه اذا هو ركز تيقدر يستعمل هول الاشياء يطبقهم بالمعنى اكثر. نسيم فرق كثير بالمغنى صار اللفظه بالإي تحسن كتير لأنه لما كان يلفظ الإي بالعرض كان ما يقدر يجيب صوته لقدام هلأ بلش يجي الصوت لقدام. في شغلة ما حبيتها كانت كتير مونوتون الغنية كان في يعطي شوية نيوانس تيوصلنا الإحساس لإلنا مثلا مطارح بيانو مطارح أقوى شوية وبعدين لو على شوية طبقة كان رن صوته أحلى وأحلى بس إجمالا نسيم بغني كتير حلو. طيب أنا بدي أعطي إحساسي أنا مش ضد اللي عمله نسيم أبدا لأنه أنا مع الكلاسيكية في أوقات في كلاسيكية معينة ما بتموت
طبعا بنقدر نقول لك كليشيه وطبعا بنقدر نقول لها شو ما كان، بس الجو اللي كان هلا موجود بهيدا اللي مرق هلا هالاكزرسيس هيدا تبع نسيم، الجو اللي خلقه، صوته الواطي، انا حضرته وتابعت هاللحظتين ثلاثه بحياه هالشاب والبنت يلي عم ببلشوا حياتهم مع اول صوره. مش بالضرورة العمل حتى يكون عظيم برأيي أنا، يمكن أنا كتير غلطانة، لازم تكون فكرة جاية من السماء أو هابطة من مطرح تاني، تماما بيقدر يكون هالقد كلاسيكي وهالقد حلو. أنا إحساسه هو عم بغني سحرني، ما بعرف إذا لأنه بحب صوته لنسيم، ما بعرف إذا هالقد لأنه تامره حلو، لأنه حساس، حسيته انه عم يعمل مجهود كبير اليوم هلا نسيم، انا حسيته مشان هيك عريق هالقد ومشان هيك قالنا شو في شوب، لانه كان عم يعمل لاول مره شيء صادق هالقد كبير، كعطول من انه طفل طفل طفل، كان عم يعمل رجال عم يرتبط، كان عم يعمل لابس كرافات، كان عم يعمل لاول مره رجال رايح يعمل عائله، هيدي كانت كتير لذيذه معه، عطيته كتير احساس حلو. انا حبيت هالكلاسيكيه اللي شفناها اليوم، حبيت هالصوت الواطي، يمكن انتم اكيد بنحلم نسمعه قد ما صوته حلو، يعني عن جد يخرب ذوقه شو صوته حلو، بس بتحسه بخيل هيك بمرق لنا اياهم مدري كيف، وبرده كان احساس حلو، كان صوت حلو. لاول مره بشوف نسيم بأثرني، رجال كبير بالعمر اكبر من عمره لابس هالتقم وعم يتجوز، وانا بعتبر اليوم انه كان ايجابي 100% 100%، رغم كل الكلاسيكيه اللي شفناها بالمشهد والخاتم والورده والصوره، هودي اشياء كتير كليشيه، بس كان ايجابي مروره، كان ايجابي بالنسبه لإلي انا. تنروح بالاشياء الايجابيه تبع هذا المشهد يلي الفكره هي فكره لحظه اللي عم بيطلب ايد، يعني الفيديو كليب عبارة عن هاللحظة يلي هي 3 دقايق، وأنا حبيت إنه هالفيديو كليب هيدي فكرته، فوتها مخبي لعيونها سيربريز، عمل لها عشاء، عمل لها هيدي الفكرة صحيح من شافي. ولكن الشغلة الثانية الإيجابية، ورغم كل الكليشيات اللي حكيت عنها مديرة، الشغلة الثانية الإيجابية أنا بالنسبة لإلي نسيم تحدى حاله لأول مرة، وشفته بحالة عشق مع صبية، شفته رجل، شفته كبير، شفته ناضج، ومرق لي إحساس مش بصوته بس، مرق لي إحساس بحضوره مع هايدي، كان إحساسهم اتنيناتهم سوا. هلأ حسيت انا الاغنيه كتير واطيه، يعني ما بعرف الطبقه كتير واطيه، هيدا احساسي، وبتصور انه كان يمكن لو على الطبقه كان افضل. ولكن نرجع منقول كفيديو كليب اوكي في كليشيات، الشغله السلبيه هي هيدا انه الموضوع يلي اوريدي شايفينه اثنين بحبوا بعضهم، والخاتم والنونورس والبلوش والزهور والورده، اوكي هيدا الشيء السلبي. ولكن الشيء الايجابي هو كيف تعاطف وتعامل نسيم مع هالاشياء يلي نحنا لقلنا كانت مفاجاه. انا هيدا هو همي بهيدا الكليب يلي شفته، انه نسيم تحدى حاله، أنعني إنه هو بحالة عشق مع هايدي، وهايدي شغلة كتير حلوة لأنه إجا المغنى وبلور الإحساس، والإحساس عطى أكتر وأكتر للمغنى، كملوا بعضهم. أنا اليوم حبيت شغلة بالإيفال، إنه تقريباً هيدا أول مرة بشوف نسيم عم بيغني بهالجو، يعني تعودنا نشوفه بالستيل الطربي، تعودنا نشوفه حتى بالرومانسي، ولكن يلي فيه أكتر يعني بيكون عم بي
عم يستعرض أكتر. هلأ اليوم حسيته عاطفي وحنون أكتر بمغني. أنا شخصياً ما عندي عقدة طبقة زواتي كتير أو عالي كتير، أكيد أنه لاحظنا أنها كانت واطية على صوته، ولكن الحلو فيه أنه هو أدها بطريقة فيها كتير إحساس. يعني ما حسيت أنه يمكن لازم هيك تكون الطبقة تيقدر هو يفرجينا هل هندوس يعني النعومة وقتها كان عم بيغني، أو الحميمية أو العاطفة اللي بده يفرجينا إياها، يمكن لقى هون بيقدر يبين العاطفة أكتر. أكيد في مطارح زمطت منه النطات، وفي مطارح شوي العرب ما كانت 100%، بس حبيت شغلة هي التصاعدية اللي استعملها بالعاطفة. يعني إذا انتبهنا آخر شيء آخر مرة قاله الرفران قاله بطريقة مختلفة كتير عن كيف بلش، تيفرجينا أنه وصل للأبوجي أو لقمة الأحاسيس والمشاعر وقتها طبط فيها، وفرجيها يعني أنه هو بده يتجوزها أو لبسها الخاتم إلى ما هنالك. حسيت حبيت هيدا كأنه مفكر بالأداء، كأنه مفكر أنه بالآخر هيك يختم، تيفرجينا أنه هو فعلا وصل للهدف، وصلت العاطفة إلى مستواها الأعلى. برافو، أنا حبيت اللي عمله مع أنه يطور حاله أكتر بعد من ناحية اللفظ، من ناحية فتحة التم، بس تيوصل كل شيء حلو عنده إياه يوصلنا بطريقة حلوة وواضحة.